رحب بكم في محاضرة جديدة. اليوم راح نتحدث عن ثاني عشرة أفعال شاذة في اللغة الإنجليزية. هي عفوا ليست شاذة، هي أهم أفعال، أهم 200 فعل باللغة الإنجليزية تحتاجهم حتى تتحدث لغة إنجليزية وتفيدك إذا أنت كنت طالب قسم لغة إنجليزية أو إذا كنت طالب مهتم باللغة الإنجليزية. عندنا أول فعل اللي هو البيجان، وهذه مجموعة من الأفعال اللي تكون المضارع مالتها الآي بالآي، ماضي مالتها بالاي، تصريف الثالث باليو. بيجان، شوف بيجان، بيجان يبدا، من عندها كلمه بيجانينج بدايه. كذلك عندنا بلو، بلو شوف، وهذا ايضا مجموعه افعال، يعني دائما الكلمه اللي بيديها او بالوسط 90% من الكلمات خصوصا الافعال الشاذه اللي بيها او بالوسط اللي يقلب الى اي بالثاني بالتصريف الثاني وبالتصريف الثالث يصير او الحرف ان، يصير بلون. بريك يكسر، بروك بروكن، برينج براوت براوت، برينج يجلب، يعني بريك يكسر. اي بروك ذا ويندو اكسيدنتلي، بشكل غير مقصود. برينج يجلب. بيلد يبني. باي يشتري، شوف هذا فعل شاذ ايضا. call called called carry carry يعني يحمل، يعني يشيل الغراض. خلينا نقول عندنا catch 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 يمسك، وعندنا change يتغير، يتغير change تغيير، change تغيير او يتغير changed changed. اهم عضو من اعضاء الجمله هو الفعل، لان هو الفعل اذا فهمت الفعل وحفظت المعنى فراح تفهم الجمله كليتها زين. فمثلا لو قلت لك مثلا the snake bite كذا، the snake bite، snake معناها ثعبان، حتى لو انت ما كنت تعرف كلمة snake حية او ثعبان، بس تعرف كلمة bites اللي هي يلدغ bite او bites يلدغ، عرفتها انه البايت فتشي حيوان يعض يعني. فمثل ما ذكرت لكم الفعل مهم جدا وراح يخليك تفهم الجملة، فضروري جدا تحفظ الأفعال وتسيطر عليهم يوميا، خذ لك 10 10 فراح تستفاد من عدهن، واكتبهن أكثر من مرة حتى تستوعبهن، وحتى ينطمعن ببالك حاول تخليهن بجمل أيضا حتى يزيد فهمك للمادة.